وصلنا الآن للفقرة القانونية مشاهدينا. موضوعنا اليوم عن حقوق الملكية الفكرية للفنان، سواء كان يعني فنان عند رسام أو مصور أو يعني مغني إلى آخره. وحنتكلم عن حق الملكية القانونية لصاحب الملكية وكيف ومتى يقدر يحمي ملكيته، هذا اللي بتكلمنا عنه المحامية فاطمة حسين من مكتب محمود حسين للمحاماة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلين، مرحبا. شكرا لاستضافتكم لي اليوم في هذا البرنامج، وحبيت أشكر القائمين على هذا البرنامج، ويشرفني أني أنا أكون ضيفة في برنامج صباح الخير. نورتينا والله. بالعكس، إحنا دائما نحب نستضيف محامين فعلا، لأنه في ناس عندهم أوقات بيختلطون في المواضيع ويصير يضيع حقهم، فإحنا اليوم حنركز على حق الملكية ومتى يكون للفنان حق الملكية القانونية للعمل ومتى لا تعود لحقه. شوفي، بداية أول ما يقوم أي شخص مثلاً بإنتاج أو ابتكار أو اختراع أو تأليف أي شيء معين، تكون له الملكية القانونية لهذه الحقوق التي قام هو بإنتاجها، سواء مؤلفات أو مصنفات. ما لم يقم مثلاً ببيعها أو إعطائها لأي شخص آخر، فبمجرد قيامه بمثلاً التنازل عنها أو بيعها، نعم، للآخرين أو سواء للأشخاص يعني عاديين أو للشركات، فهنا تسقط ملكيته لهذه الأعمال التي هو قام بها، نعم، وللآخرين الحق في التصرف بها كيفما يشاءون، ولا يستطيع هو مساءلتهم قانونيا أو الرجوع إليهم بمطالبة بالتعويض. نعم، وكذلك هذا المالك، القانون ضمن ونظم حقوقه، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لعام 2002، قام يعني هذا القانون كفل ونظم وضمن حقوق هؤلاء الناس، يعني المنتجون لهذه الأعمال. ممتاز. طيب فاطمة، احنا الحين نقول انه احنا نتكلم عن القانون في دولة الإمارات، نعم، نقول انه القانون اذا يعني او الفنان اذا باع خلاص سقطت ملكيته، ولكن هو لازم يثبت اول شيء ملكية. يعني انا اذا كنت رسام ورسمت الرسمة، نعم، كيف أثبت أن هذه حقي؟ عشان لو 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 أحد صورها، لو أحد نشرها إلى آخره. نعم، بداية أول ما يقوم الفنان أو صاحب هذه الأعمال، سواء كان مصور فوتوغرافي، سواء كان مهندس مثلا، في بعض المهندسين يقومون بإنشاء بعض التصميمات أو المخططات، فبمجرد ما يقومون هم بنشره سواء على في أي مثلا أي مكان. نعم، أي مكان، يكون يعني هذه الأعمال تكون ملكا لهم حتى وإن لم يتم تسجيلها. ومثلا وإذا جاء شخص من الغير أو جاءت شركة استعملت هذه الأعمال من غير أي إذن مسبق منهم، يقدرون أنهم يقاضونهم. نعم. فهو احنا نقول أنه الفنان لو حس بأي خرق أو تعدي على أعماله ممكن أنه يلجأ للقضاء. نعم. طب كيف يعني من أساسه يحمي الفنان منتجه؟ بداية إجراءات جدا 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 في غاية البساطة. كل ما عليه هو أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، أو تسجيل أعماله أو ابتكاراته أو اختراعاته، مصنفاته، مؤلفاته، من خلال موقع الإلكتروني أونلاين. ولكن عليه أن يقوم بتقديم إقرار منه أن هذه الأعمال هي منسوبة له، أعماله شخصيا، ليست منقولة من الغير، أو ليست ما فيها أنه مو هو مشتريها أو ماخذها. نعم بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. وبعد هذه الإجراءات يعني كم مدة الحقوق القانونية بعد ما يسويها، يعني كم تدوم؟ تدوم هذه يعني الحماية القانونية على هذه الأعمال لمدة طول حياته، وبعد مماته بـ50 عاما. 50 عام. نعم. يعني مثلا انه لو مثلا أغنية على سبيل المثال لفنان، نعم، هو يعني طول مدى حياته تكون هذه الأغنية ملكا له، ويستطيع أن يقاضي من 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 يستعملها، وكذلك تمتد إلى فترة 50 عاما بعد وفاته. نعم، هذا طبعا أيضا ينطبق ليس على الفنان، أيضا على مثلا المصور المشتري. يعني مثلا أنا المصور، أنا اشتريتها صارت نعم هذا كمان القانون يعني ينطبق علي أنا، نعم، كمقتني للعمل الفني. للعمل. شكرا بس لك. أود أن أنبه بس لنقطة واحدة، اللي هي أن مثلا حتى بمجرد ما يقوم
الشخص مثلا بنشر هذه الأعمال فإنها تعود تكون ملك حتى وإن لم يسجلها. فمثلا وأنا أنصح العامة أو الجمهور بأنهم قبل ما يقومون باستخدام هذه الأعمال الرجوع إلى 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 صاحب هذه الأعمال والتأكد إذا كانت هي منسوبة لشخص، هي مملوكة لشخص، أو مثلا قد قاموا ببيعها أو هذا، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. نعم فاطمة حسين يعطيك العافية وشكرا على توضيح هذه المعلومات، فعلا معلومات يعني جدا قيمة، وزي ما ذكرنا في البداية يمكن الواحد لما ما يعرفها فعلا يضيع حقه فعلا. هو مو عارف كثير للأسف أعمالي راحت يعني ولا يا الله يا الله أنا الفن دحين نقاضيهم ولا يهمك. ختام حلقتنا مين راح يكون؟ حنشوف بعد الفاصل.